طبعا انا كثير متاخره وهي اول مره بعملها، بس يعني اكيد نحن بكان والكل معروف انه بتتسكر الطرقات. انا كثير اسفه على التاخير. معقوله كله مستنيك نص ساعه؟ انا بعتذر. خلص اوكي. وين حنروح يا حبيبتي؟ سيرتي ولا انا اللي طولت؟ لا خلاص تعالي يلا نمشي. يلا نمشي، يلا نتحرك عليها. يلا عرس بكان. على قد ما انها حلوه انا حاسه حالي كثير قصيره. ما انا قلت لك انت زي ما يعني زي كده من غير كاب. ده بيعمل انا عايز اقول لك بس على حاجه، ده بيعمل اكل حلو قوي 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 قوي. بس انت قلت اليوم بدك تغديني اكل طيب. تعالى اخديك اكله طيبه والففك بقى، احنا عايزين نعمل جوله في المدينه. انت اعتبريني عمده كان. شو اللي جابك على المهرجان؟ يعني جيت اتفرج على افلام كونكشنز. حلو انك تحضري مهرجان عامة، يعني الناس كمان ما بتبقاش فاهمه، مش الناس العاديه. انا حتى بكلمك على ممكن جوه الصناعه، انت بتيجي تقابلي منتجين من دول كتير مختلفه. امبارح كنت مع ناس مثلا من الهند. انا هقابلهم فين بتوع الهند دول؟ هتقابلهم عندنا بقى. ماشي، ده موضوع تاني. بس انا قصدي بتكلم عموما، انت بتبقي بتجيت اكسبوز لثقافات وناس تانية وحياه تانية وتقابلي ناس كتير شيء كويس. يعني زي اللي طلع على زي اللي بيروح يدرس بره، بس ما ده طلع على تعليم تاني، على ثقافه تانية. دي حاجه كويسه يعني. طب وحلوه هون الريد كاربت غير الريد كاربت تبع المهرجانات العربيه، يعني أكيد. انت نجم عنا بالمهرجانات. لا لا. لا 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 اكيد اكيد. انت هنا خلي بالك، اولا ده اهم مهرجان في العالم الاقدم، يعني كان معمول من 1944. كلامي دي الدوره ايه 77، هو في وقت الحرب العالميه الثانيه. فانت على ريد كاربت بيمشي عليه نجوم العالم، ده احنا نقطة قدام الناس اللي بتبقى موجودة. العالم بيفكروا انه نحن لما بنروح على المهرجانات بس على الريد كاربت، ما بيعرفوا شو بتعملوا انتم بالمهرجانات، انه شو معقول يكون في عندكم مهمات غير انه تمشوا على السجادة الحمراء. انا باجي مهرجان، حاولنا نشرح للناس قبل كده، ده المهرجانات دي افلام اللي مش عايز يفهم براحته ولا عايز يفهم تاني. انت في الاخر بتعملي مجهود لنفسك، انت مش بتعملي مجهود عشان تثبتي للناس انت بتعملي ايه. اي صح. انت تعالي ندخل انا نجيب جيلاتو. جيلاتو. يا. الاماريلا دي واللي جنبها دي ما تسالنيش اسمها ايه، كانديد ايه؟ كاساتا. المهم بس اصبري. فايتكم الايس كريم. شو اول شغله بتعملها لما بتسافر على بلد جديد؟ الاكل. طب اقول لك على حاجه، الاكل وفي حاجه ثانيه انا افتكرت دلوقتي جت في دماغي، وانزل اتمشى لوحدي. بتروح الحته القديمه في كل مدينه؟ طبعا. اول تاون. طبعا. اي بلد. يعني انا تقريبا الوحيد اللي رحت ايبيزا دورت فين الاولد تاون بتاعت البلد، عايز انزل واشتري تيشرت عليها اسم البلد وكاب وكده. ده انا بحب اروح الحاجات دي. سائح بقى ده بجد على فكره. ما انا سائح فعلا، ما انا اكيد مش اسباني انا من اسبانيا سائح. اي بلد اي بلد، واتمشى في الشارع اتفرج على وشوش الناس. ده موضوع غريب جدا. تتفرج على وشوش تتفرج على الناس. شوف الناس وشوف الناس عامه. انت على فكره دي مفيده للتمثيل حتى. تعال نتفرج على وشوش الناس. وناكل. شايف البلاكين عمر هدول كلياتهم؟ هدول كلهم بيشبهوا الشام. دي شبه البيوت في الشام؟ بالشام نحن عنا كلياتنا بسوريا هاي البيوت. هلا هون الفرق انه هن ملونين. ايوه بس طب ما في مصر في كده. انتوا عندكم هيك البلكون الحديد كمان بمصر؟ ايوه طبعا بس مش ملونين. استعمار فرنسي بقى خلاص. لا احنا كمان عشان اللي بنى، استني بس ارمي دي، اللي بنى وسط البلد وقت الخديوي اسماعيل كلهم فرنساويين المهندسين، بس دلوقتي الدوله وضبتهم بقى لونهم ابيض. هنا متلونين كذا لون. تعال نروح على المدينه القديمه. تعال. This is my size. ده انا عمري ما لقيت واحده مقاس. انا مرزق بس حلوه. حلوه. لا حلوه. عن جد حلوه. لا 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 I will take it. Thank you Benjamin.
عايزين نبات هنا يا جدعان. والله العظيم بمناسبة أعلى نسبة مشاهدة، شو حضرت برمضان؟ أولاً اتفرجت على المسلسلات 15 حلقة. أنا عامةً بتشدر اتفرج على 30 بكل مفسرة. أوكي. فاتفرجت على أعلى نسبة مشاهدة، واتفرجت على أشغال شقة طبعاً، هشام ماجد أنا كنت بضحك بصوت. وأنا كان هيجرالي حاجة. دول مبدئياً. و شفت بدون سابق إنذار؟ لا. ده 15 بس كان جامد. لا ما شفتوش. جامد قوي. لا لا ما شفتوش. شفت جودر. رائع جودر. ده مش على فكرة بتحسه من برا رمضان. لا لا لا. برا لا الكوكب. لا ده مسلسل انترناشونال ستاندردز، يعني ده يتذاع في أي حتة في العالم. ده جامد. دول التلاتة اللي شفتهم. بدي أخذك معي شي مرة على الشام عمر، لورجيك الياسمين نحن عنا كيف هيك بينزل من البيوت. ريحة الياسمين بتلاقيها بكل الشوارع. زي كده ها؟ اه. الزمالك زمان كانت كده. عمر لسه انا ما كنت برمضان. ما عملتش مسلسل ايه في رمضان؟ ايه. جالي كذا مسلسل مش حلوين. وانا عامة صراحة مش عايز اشتغل حاجة مش حلوة. مش كلام اللي هو لازم تبقى حاجة عظيمة، لا بس على الأقل حاجة كويسة. يعني أنا لو قلت لك أسامي المسلسلات اللي جات لي، أنت أصلاً مش هتحس إن هم اتعملوا. عارف امبارح واحدة ست شو قالت لي عنك؟ قالت لي عمر ده في معظم مسلسلات دينا الشربيني. مش معظم، هم ثلاثة. ايه. لا دينا هتلاقيها عاملة 20 مسلسل. طبعاً. بس هم الثلاثة كانوا ناجحين قوي. تحديداً منهم اثنين كانوا ناجحين جداً الصراحة. صاحبتك دينا. جداً. دينا الشربيني؟ بحبها قوي. طبعاً ده لازم. بعدين عاملة مسلسل دينا بقى مثلاً. من الحاجات اللي عندي على الليست عايز اتفرج عليها ما لحقتش اتفرج عليه لان ده 15. انا استغرب الناس بتتفرج على تركي 80 ومش عارف جوليا ومين وكريستيان. يعني لو انعرض عليك مسلسل تركي مش هتشتغل؟ كم حلقه؟ 100. لو هيدوني فلوس كتير جدا هروح، بس مش لازم اتفرج عليه. طيب هلا نحن هون بكان، لما طلعت هيك امبارح على الريد كاربت ومشيت، ما حسيت انه كان على بالك يكون عندك فيلم هنا؟ نفسي طبعا. طب ما انا باجي عشان كده، ما هو ده بقولك ده كونكشنز. انت بتيجي بتحاولي تشوفي الناس دي بتعمل ايه، الناس دي بتنجح ازاي، الافلام على فكره الحاجات دي كلها 99% منها مش التمثيل بس، العلاقات نفسها اللي بتدخل الحاجات المهرجانات يا جماعه. احنا مش ما يعني المخرج لما بيبقى ليه اسم مثلا، يعني النهارده مثلا هكلمك على اكزامبل احنا عارفينه، امجد ابو العيله مثلا النهارده مخرج سوداني مصنف انه مخرج عالمي. صح. في الافلام وبتروح مهرجانات انترناشونال، ده النهارده لما يقرر يعمل فيلم جديد على فكره كان اللي هيبعت له. صح. يعني مش هو اللي هيروح يقدم حتى، يعني صح. دياب، محمد دياب، هكذا. انت فاهمه انا عايز اقول لك ايه؟ زي ما كانوا بيعملوا، زي ما بنسمع يعني كانوا بيعملوا مع يوسف شاهين وهكذا. انت امام وفي كذا مخرج مهم، الواحد نفسه يشتغل مع الناس المهمه دي الصراحه. تفتكر في حد هيجي زي يوسف شاهين ويحبوه في فرنسا زيه؟ ويجي احسن ويحبوه اكتر، ليه لا؟ يلا بينا ناكل؟ يلا ناكل.